من دبي محلل أسواق مالية في إيكويتي جروب الأستاذ رائد خضر. أهلا وسهلا بك معنا أستاذ رائد. بداية، حالة التراقب واضحة في سوق العملات تحديدا لبيانات التضخم التي من المتوقع أن تصدر مع نهاية تعاملات هذا الأسبوع. كيف تصف أداء مؤشر الدولار وأيضا الدولار مقابل العملات الرئيسية؟ يعني نحن ننتظر هذه البيانات، ومن المتوقع أن ترتفع مستويات التضخم من مستويات 7 إلى 7.3%، وهذا من شأنه بلا شك أن يؤثر على أداء الدولار الأمريكي وعلى أداء الأسواق إجمالا. ما ننظر إليه حقيقة هو أنه الفيدرال الأمريكي متجه حقيقة لتشديد السياسة النقدية، فكأداء دولار أمريكي في الوقت الحالي لا يزال ميال للهبوط أكثر بعد أن شهد القمة في يعني الشهر الماضي، وهو يتراجع من هذه القمة على الرغم من بيانات التضخم، والسبب في ذلك يعود إلى بطء عملية تشديد السياسة النقدية، وأنه العديد أو بعض البنوك المركزية كانت قد سبقت الفيدرالي أيضا بتشديد السياسة النقدية، بالتالي هناك نوع من التخوف من أن الفيدرالي فعلا قد ضيع فرصة لتشديد السياسة النقدية في وقت مبكر، وبالتالي ذلك سيضغط على مستويات التضخم بأن تبقى مرتفعة فوق مستويات 7% وبعيدة جدا عن مستهدفات الفيدرالي اللي هي 2% فقط لثلاثة أعوام قادمة، وهذا من شأنه أن يقوض النمو الاقتصادي الذي يتحقق أو الذي تحقق في الولايات المتحدة الأمريكية خلال فترة ما قبل الجائحة وخلال الجائحة ما حدث من عملية تمويل وقروض سهلة وأموال رخيصة أو سياسة تحفيزية كبيرة تم اتباعها تذهب يعني دون نمو حقيقي يدعم. نعم أستاذ رائد، يعني فيما يتعلق أيضا في المنطقة الأوروبية، السياسة واللحن التجديدي من المركزي الأوروبي حول تجديد السياسة النقدية في المستقبل القريب أثر بشكل كبير على اليورو، لكن إذا ما تحدثنا عن الجنيه الاسترليني وتحديدا بعد إعلان بنك إنجلترا رفع أسعار الفائدة، بدأ الجنيه باستيعاب هذا الرفع نحو الانخفاض مقابل العملات الرئيسية، هل نتوقع أيضا باقي العملات في حال رفع أسعار الفائدة أن تذهب نحو الانخفاض تحديدا الدولار أو اليورو؟ يعني ما نشهده على الجنيه الاسترليني هو عملية جني أرباح، يعني رأينا كيف الجنيه الاسترليني يرتفع وبوضوح بنتيجة تشديد السياسة النقدية، ولكن ما يحدث الآن خلال هذا الأسبوع هو عملية جني أرباح بسيطة، ولكن عملية تشديد السياسة النقدية لا تزال مستمرة ولا نزال ننتظر رفعتين لأسعار الفائدة قبل شهر مايو بالنسبة للمركز البريطاني، وبالتالي ذلك يرجح عودة الجنيه الاسترليني للارتفاع مرة أخرى وممكن حتى استقراره فوق مستويات 1.37. بالنسبة لليورو والدولار الأمريكي فالعملية مختلفة، اليورو هي عملية كانت مفاجئة نوعا ما بهذه التصريحات القوية، ولكن مع بحقيقة الواقع هم من الصعب جدا التخلص من السياسة التحفيزية في منطقة اليورو، و كل ما يمكن أن يفعله المركز الأوروبي هو رفع بعشرة يعني نقاط أساس فقط خلال العام الحالي، وهذا يعني لا يؤثر كثيرا على أداء اليورو إن صح التعبير. اليورو يرتفع بنتيجة انخفاض في الدولار الأمريكي وليس قوة في اليورو بحد ذاته، بالتالي استقراره فوق مستويات 1.14 هو مؤقت جدا. نعم، إذا في حالة يعني إذا وضع سيناريو بأنه سيتم رفع أسعار الفائدة في المنطقة الأوروبية قريبا، كيف ستؤثر على معدلات التضخم؟ هل سيكون التأثير فوري أو سيحتاج الكثير من الوقت يعني الهبوط في معدلات التضخم تحديدا في أوروبا التي وصلت إلى مستويات قياسية؟ صحيح، 5.1% مستويات التضخم في المنطقة الأوروبية، وهي تعتبر نسبيا مرتفعة بالمقارنة مع دول الجوار أو الاقتصادات العظمى، ولكن بالنسبة للاقتصاد الأوروبي الذي كان يعاني من مستويات تضخم منخفضة جدا قبل الجائحة، الآن مستويات 5% تحقق نوعا ما فائدة لداخل الاقتصاد الأوروبي، وبإبقاء هذا التضخم عند أو تقريبه أكثر نحو المستويات المستهدفة عند 2% سوف يحقق المعادلة الصحبة التي كان يسعى لتحقيقها المركز الأوروبي سابقا، ولكن أن لا يكون تضخما وإنما يكون نموا حقيقيا داخل المنطقة الأوروبية بفضل السياسات التحفيزية التي تم اتباعها، رفعة بسيطة في أسعار الفائدة ممكن أن يعني بالنسبة للمركز الأوروبي 10 نقاط أساس مهمة جدا، ولكن في نفس الوقت سوف يبقى اليورو محط الأنظار لمزيد من الارتفاعات، ممكن أن يشهد حتى مستويات أعلى، ولكن هذا الأمر قد يحدث في النصف الثاني من العام الحالي، لأنه الآن الأنظار تتجه أن المركزي الفيدرالي الأمريكي
متجه إلى تشديد السياسة النقدية، والرفعة الأولى موجودة في شهر مارس يعني مجدولة، وهذه الرفعة ممكن أن تكون يعني تضغط على الدولار الأمريكي الاتجاه الصاعد بشكل كبير، وبالتالي كزوج يورو دولار أمريكي ممكن يستهدف مستويات 1.11. نعم، يعني أستاذ رائد تحدثت عن نقطة مهمة بأن الفيدرالي الأمريكي ضيع فرصة الرفع في هذا الوقت في ظل هذه السياسة التجريدية، السياسة النقدية. لكن نتحدث عن ما جرى في تركيا وتحديدا حول الليرة التركية، وذهبت عكس التيار فيما يتعلق بأسعار الفائدة. كيف تصف يعني أداء الليرة التركية في خضم هذه التفاصيل، وتحديدا في ظل ارتفاع معدلات التضخم؟ يعني ما نشهده في تركيا عديد من النقاط المهمة، وأيضا الحالة الصعبة التي يشهدها الاقتصاد التركي. عندنا مستويات تضخم تفوق 36%، عندنا مستويات بطالة تفوق 11%، وأيضا أسعار الفائدة بعد التخفيض من 19% نحن تقريبا عند 13%، لا تزال المستويات مرتفعة جدا، وهو بنتيجة هذا التضخم الصعب الذي يتم مواجهته داخل الاقتصاد التركي. بالنسبة للليرة التركية هي مرشحة للفترة القادمة بأن تكون يعني ميالة أكثر للضغط والاتجاه الهابط إن صح التعبير، على الرغم من أنه أسعار الفائدة تم تقليصها، ولكن عندنا مستويات تضخم جدا مرتفعة لا يسيطر عليها بسهولة داخل الاقتصاد التركي. بالإضافة إلى أنه في عندي نقطة مهمة جدا، أنه الفيدرال الأمريكي يتجه إلى تجديد السياسة النقدية، وعودة قوة الدولار الأمريكي أمر وارد جدا وقوي جدا، وهذا ما قد يساعد بعض الشيء أداء الليرة التركية. يعني إذا كانت الليرة التركية قيمتها أقل، أعتقد سوف يكون هذا مشجع للصادرات، مشجع للاقتصاد التركي ويتم استهدافه، ولكن سوف يؤثر على التضخم اللي هو مرتفع نسبيا. على المدى المتوسط والمدى الطويل التضخم سوف يعود للتراجع مرة أخرى بالاستفادة من سعر الصرف المنخفض للليرة التركية. نعم، محلل أسواق مالية في إكويتي جروب الأستاذ رائد خضر، كنت معنا من دبي، شكرا جزيلا.